الحل السياسي دائما مطروح على الطاولة. صار فيه انتهاكات لهذه لما تم الاتفاق عليه من قبل قوات النظام وحلفائهم، وهذا يخالف قرار مجلس الأمن 2254 ويخالف القوانين الدولية. صار فيه ضرب جوي عشوائي على مدنيين وعلى مستشفيات أدى لقتل الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، وهذا أمر لا يقبله المجتمع الدولي، وحذرنا الأطراف من ذلك وطالبنا بإعادة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية واستئناف المفاوضات على أساس إعلان جنيف واحد، إنشاء هيئة انتقالية للسلطة تستلم إدارة أمور البلاد وتهيئ الانتخابات الجديدة لمستقبل جديد في سوريا لا مكان لبشار الأسد فيه. هذا ما طرحنا على الإخوان.